فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدعوة الثالثة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وهذه معاشر المؤمنين دعوة عظيمة من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في باب سؤال الله عز وجل مغفرة الذنوب. وقد جاء هذا الاستغفار بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل بما يطلب العبد من ربه تبارك وتعالى أن يغفر له، وذلك بذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء باللفظ الآخر الدال عليه. فلو قال المسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله أو جميع أخطائي، فإن هذا الدعاء يشمل كل ما ذكر في هذا الحديث، لكنه أتى في هذا المقال وفي هذا السؤال بألفاظ الشمول والبسط والتفصيل ليتناول وليستحضر العبد أنواع أخطائه: الخطأ الجديد والخطأ القديم والخطأ المعلن والخطأ الخفي والخطأ الذي عن جد والخطأ الذي عن هزل والذي عن عمد، يستحضر أنواع أخطائه ويطلب بذكرها بالتفصيل من رب العالمين أن يغفر له ذلك كله. وإلا كما قدمت لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله أو اغفر لي كل ما صنعت، لكان الكلام أوجز وأحصر. ولكن لما كان المقام مقام طلب غفران وتضرع ودعاء وافتقار وطلب عفو من الله جل وعلا، جاء بهذا الأسلوب الذي فيه البسط والتفصيل: خطأي وجهلي وإسرافي إلى آخر ما جاء في هذه الدعوة العظيمة. وهذا الاستغفار الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعليم للأمة كيف يستغفرون الله وكيف يتضرعون إليه تبارك وتعالى وكيف يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي الذنوب المتقدمة والذنوب المتأخرة، وما أسررت وما أعلنت، يعني ما وقع مني من الذنوب على وجه الإخفاء والإسرار، وما وقع مني من الذنوب على وجه الإعلان والإظهار. ثم ختمه بقوله: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أي تقدم من شئت بالتوفيق والهداية وتؤخر من شئت بالخذلان، وأنت على كل شيء قدير، أي الأمور كلها بيدك ونواصي العباد معقودة بقضائك وقدرك، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهذه دعوة عظيمة واستغفار مبارك ثبت عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه.